مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في برنامج عليكم بالعافية. بنقدم لكم كل مرة أشهر الأطباق والوصفات بطريقة صحية سهل عليكم من غير أي حرمان أي شيء. معانا اليوم الشيف محمد من شركة كيتا للتموين. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك شيف محمد. كيف حالك اليوم؟ رمضان كيف معك؟ رمضان كويس. شو مكونات شوربة الفطر والمشروم؟ تقريبا 100 جرام من العدس وكوب من الفطر، يعني يفضل يكون الفريش الطازج، وبصلة متوسطة أو صغيرة، وفص أو فصين من الثوم، وتقريبا معلقتين كبار بقدونس مفروم، ومسحوق الكاري أو الكركم، شوية ملح، نحاول نخفف قد ما نقدر ملح، وملعقتين تقريبا طعام زيت نباتي. تفضل شيف، ممكن نبدأ بال حطينا ولعنا النار خفيفة عشان الكاسرول. أيوة، بننتظر شوية، بنحط درجة حرارة معينة على حسب، ما تكونش كتير عالية درجة الحرارة عشان يعني درجة حرارة متوسطة. بالضبط، متوسطة. بنحط بسم الله، نحط معلقتين زيت بس مش اكتر. ايوه، معلقتين زيت طعام. يستحسن انكم تستعملوا زيت طعام اللي هو من الانواع المفيده، الكانولا مثلا من افضل الانواع. زيت الزيتون ما بنستعمله للطبخ لانه بتاكسد، فالقيمه تبعته بتروح، فيفضل استعمال مثلا من افضل انواع زيت الكانولا. بسم الله، بنحط البصل. البصل المفروم حطيناه. ايوه طبعا، البصل والثوم مش بس يعني للنكهات، احنا دائما مستعملهم بالطبخات، بس لهم فوائد كتير مفيده، مضادين للالتهابات وجراثيم المعده، الفطريات مضاده للفطريات، البصل كمان بيقوي العظام، فلهم فوائد كتير بزر. وحتى مفيد للشعر، البصل بقوي جهاز المناعة يعني التنين، فكتير إلهم فوائد. وكويس زبطنا الحرارة للبصل. أيوة، تحمر الظاهر البصل. أيوة، صار لونه ذهبي تقريبا. بالضبط. بنحط العدس كان مغسول من قبله وسبنا الاندمنيشن. أيوة، إذا العدس غسلناه قبل هيك وشففناه. بالضبط بالضبط. أيوة، بنحط العدس، نضيف العدس على البصل. بس أنا بدي أضيف إنه هاي الكمية تقريبا تكفي لخمس أشخاص، كل حصة يعني كل حصة من هدول بتعادل تقريبا 94 سعرة حرارية، 12 جرام نشويات، 3 جرام بروتين، و4 جرام دهون. بنراعي كتير إن البصل ما يتحرقش، عشان ما بتحط بصل على نار عالية بيتحرق، لأن في نسبة سكر. لو حضرتك تعرفي طبعا المعلومه دي، اكيد انت حضرتك تعرفيها. أيوة، ان البصل فيه نسبه سكر، فالنار العاليه بتخليه بيتحرق بسرعه، انما لما انت بتطبخه على نار تكون متوسطه او تكون هاديه، بتحس فيه اللي هو دايما بيحتفظ بالسكر بتاعه، ما بيتحرقش، ودايما تحس ان هو فيه نسبه اللي هي السكر الموجوده في البصل المحمر. او كويس، لما معلومه حلوه مثلاً. هاي مظبوط. نتكلم عن فوائد العدس، ما انه عم نستنى العدس. هاي العدس طبعا مفيد كتير، هو مصدر نباتي للبروتين ومصدر مهم للالياف. كوب واحد من العدس المطبوخ بعطينا 200 سعر حراري تقريبا، وفي نسبه عاليه من الالياف. نص احتياجنا اليومي ممكن ناخده من كوب واحد من العدس اللي هو 15 جرام من الالياف. عادة الشخص لازم ياخذ تقريبا 30 جرام من الألياف، وهو كمان مصدر كويس للحديد وحمض الفوليك، يعني كثير من النباتيين، يعني الناس الفيجيتيريان او النباتيين، بنصحهم ياخذوا العدس او عائلة البقوليات، هي كويسة كمان. لا، العدس جاهز معنا، بننزل بالفطر معنا. لا، زدنا الفطر المشروم. بالظبط، ونحط كمان شوية ثوم. والثوم المشروم كمان في مصدر عالي للألياف، وفي مواد مضادة للأكسدة،
وكثير هو منخفض السعرات الحرارية، يعني تقريبا كوب هذا اللي حطه الكمية بس فيها 15 سعرة حرارية، وفي فيتامينات سي ودال وبي كومبلكس. هلا ضفنا اللي هو الكركم او الكاري. الكركم كثير يعني هو من البهارات اللي كثير لها فوائد، واكثر واحد بنسميه مضاد للشيخوخه، مضاد للالتهابات، بس يعني مضاد للبكتيريا، بساعد على عمليات الايض، فهذا كثير يعني عنصر مهم. شايف الريحه عامله الريحه احنا صايمين بس جوعنا من الريحه. فهلا عم نخلط كل المكونات مع بعض يعني على نار متوسطه. مش يعني انا شيف. يعني دكتوره معنى كلامك ان انا ممكن اخذ الطبق ده يكون بديل عن اللحمه؟ اكيد لو انا مثلا مش انا فيجيتيريان، الطبق ده فيجيتيريان اكتر منه اللي هو مزبوط. ايوه يعني في عندك العدس، الفول، الحمص، البازيلا، كل هاي البقوليات ممكن الواحد، اللوبيا، مصادر كويسة للبروتين. وبعدين بضيف لا ضفنا المي، ثلاث أكواب من المي، ثلاث أكواب من المي كويس. حط شوية ملح، مكترش كتير ملح لأنه كل ما خففنا ملح أفضل. والفلفل الأسود برضو له فوائد كتيرة، مضاد للالتهابات وكويس يعني له فوائد كتيرة. يعني إحنا متعودين على شوربة العدس، بس إضافة هاي المكونات يعني بتعطيها قيمة غذائية أفضل. عندنا البقدونس، في حد ضيف لنا البقدونس كمان ولا ضفته شيف؟ ضفنا بقدونس، البقدونس كل المكونات مع بعض. ضفنا حطينا في الاول البصل، بعدين حطينا العدس عندما تدبل شويه وخد لون الزيت لونه اتغير. ضفنا الفطر وضفنا الثوم وضفنا البقدونس. ايوه البقدونس كمان بحب يعني احكي للمشاهدين شو فوائده. هو اكثر شيء مدر للبول وبساعد على منع التهابات المسالك البولية وتفتيت الحصى والبكتيريا، بيمنع البكتيريا. غني بفيتامين كاف اللي هو بيمنع تجلط الدم كمان. بنتركه على نار هادية لمدة 15 دقيقة ل 20 دقيقة، بيكون الطبق نضج بشكل كامل. أيوة إذا نتركه 15 دقيقة على النار. العدس اللي هو من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت كتير في السوا. أيوة. بيستوي بسرعة يعني. وهل بعدين بنحطه شيف بالخلاط ولا؟ لا احنا فينا ان الوصفة دي مش منها اللي هو كطبق كحساء أكتر منه اللي هو كشوربة يعني. أيوة. عايزين نستفاد من القيمة الغذائية بتاعت المشروم، هو كقطع بيكون بتبقى أعلى تقريبا، أعلى منها إن هي تكون كشوربة بتهيألي يعني. هو إذا حطيناه بالخلاط يعني خلطنا ما بيفقدش قيمته الغذائية، هو كل ما قللنا طبخ المواد هاي كل ما أفضل عشان ما تروحش الفيتامينات الموجودة فيها. بالظبط بالظبط. طيب هل وصلنا لل نهاية ولا؟ احنا جاهزين طبعا. جاهزين؟ على الغرفة. خلصت الطبق بتاعنا يعتبر جاهز بشكل كبير. كمان بقى يعني اضيف شويه فلفل اسمر. ودلوقتي الطبق بتاعنا يعتبر خلاص نضج
بشكل أيوة. كامل يعني تقريبا 20 دقيقة نص ساعة كده بالظبط بالظبط خد بالظبط تقريبا حوالي 20 دقيقة ليكون الطبق بتاعنا جاهز معانا بالشكل دوت. ودلوقتي اخترنا البولة ديت عشان نقدم فيها الطبق بتاعنا. بسم الله صب الطبق شربها بالطبق. يعني ريحة الشوربة فعلا شهية ومنظرها كده. الطبق يعتبر جاهز للأكل. وكمان اخترنا لو نقدمها مثلا مع التوست المحمص او مع أيوة. الخبز العربي المحمص. طبعا هذا اختياري، وممكن إضافة ممكن استعمال الخبز الأسمر بدل بالزبط. الأبيض بيكون يعني بالظبط. هنذكر المشاهدين تاني بالمكونات والخطوات اللي احنا اشتغلنا فيها. المكونات كانت العدس، وكان المشروم وبصل وثوم وبقدونس، ومعانا بهار الكركم، ومعلقتين زيت من زيت صحي زيت ذرة. حطينا الزيت، وبعدين حطينا البصل اللي عندما خد اللون البني اللي هو الجولدن الكويس اللون الذهبي. أضفنا نزلنا بالعدس، لعندما العدس خد لون الزيت، بعد ما العدس خد لون الزيت وقرب من شكله وتغير، نزلنا ضفنا المشروم، وبعدين ضفنا الثوم، وبعدين ضفنا البقدونس، وضفنا حوالي من كوبايتين لثلاث كوبايات من المية، وسبنا المشروم سبنا المكونات تتطابق مع بعضها لمدة 20 دقيقة، وفي الآخر بهرنا بالفلفل الأسود والملح، وقدمناها مع الخبز المحمص في الفرن. فينا زي ما الدكتورة اتكرمت وقالت ان احنا ممكن نستغنى عن الخبز الابيض ونحط الخبز البراون، فده اختياري ممكن كمان ان احنا ناخد الطبق كطبق كامل، كطبق يكون وجبة لو انا مثلا بحاول ان انا بنزل من وزني او عندي مثلا اسلوب مثلا غذاء معين، بيكون طبق كامل. لو حسيت ان الطبق مش هيكفيني كشوربة ممكن اخده مع الخبز، ممكن استغنى عن الخبز، فبيكون اختياري أكيد. يعني إحنا خصوصا هلأ برمضان يعد طبق الشوربة العدس ومع المشروم يعني وجبة متكاملة، ممكن ناخدها قبل يعني على الإفطار، ممكن على السحور، ممكن بالأيام العادية. وجود العدس مع الخضار اللي هو المشروم، وبتكون كأنها وجبة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية، البروتينات، الكربوهيدرات، الحديد، المعادن، الفيتامينات، شوية دهون، فهي بيرفكت يعني وجبة مثالية. وصلنا لنهاية الحلقة، فبنشكر الشيف محمد على هاي الوصفة الشهية. بشكر حضرتك وبشكر السادة المشاهدين، يا رب تكون وصفة تعجبكم إن شاء الله عجبتكم. وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وأنتم طيبين، واستنونا بحلقات تانية وصفات شهية من برنامج عليكم بالعافية.